البودكاست كنت كثير منيحة عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبلعبة مقالب، بس هالمرة المقالب رح تكون بين الاخوات. اخ رح يعمل مقالب باخوه المسكين ونحن اللي رح نعملها، يعني نحن رح نكون الاخ الشرير. وبس هي فكرة الفيديو لليوم. لا تنسوا انتم تضغطوا اللايك وتشتركوا بالقناة لحتى توصل ل 4 مليون مشترك باسرع وقت. وبس خلوكم هلا مع الفيديو. طيب ماشي اوكي. انه انت زعجه شكله، انه نحن مضايقينه شكله للولد او عاملين له شيء مصيبه، فهو زعل وبطل بده يلعب معنا. طيب لنشوف نحن شو رح نعمل لحتى نقنعه انه يلعب. بس كانه ما عم نقنعه، كانه بدنا نكمل مصايب ونعمل فيه مقالب. يا جماعه اوكي. هي يلا اوكي، يلا بسم الله لنشوف شو بدنا نعمل. افتح باب، هذا اول واحد تدريبي عم يرجونا. بس شلون؟ اوكي. لحظة عرفت شو هاي. هي لما بتعدوا يا جماعة بتطلع صوت هيك كأنه انتو شو يعني عرفتوا فبتحطوه على الكنباية. شايفين شلون حطيناه على الكنباية؟ فهلا بيجي اخونا لحتى يقعد، نحن بنكون شو حطينا له هاي اللي فبقوم هو بنحرش بين العالم. عرفتوا؟ يلا رن اهلك وجع. Ew, what was that? I know this is Lucas's fault. شو هذا؟ عرفت هذا اخي الحقير. شو كيف عم بتذاكروا واقفين؟ طيب يا جماعة عملنا اول مقلب، خلونا ننتقل للمقلب اللي بعد. اوكي. Want to make him feel a pain. شو؟ يحس بوجع؟ لا عم تمزحوا صح؟ ناخذ العنكبوت او السلطعون اللي شفتوه نحطه عند الاخ. معقول؟ ونطلع. يا مصيبتك يا رب نمشي. يا مصيبتك. اوكي يلا نروح لعند الاخ. نفتح الباب. يا وين حطينا له؟ يا عم بيتزا هروب. اوتش ماي هاند. لوكاس يو باي فور ذس. اها لوكس راح تدفع ثمن ذلك يا كلب البراري. اوكي والمقلب يلي بعده عنا. Your brother is about to take شو؟ بده يتحمم. حطي الباودر مدري شو. اوه حطي له البودرة بقلب المي لانه هو بده ياخذ دوش. هاي البودرة مدري شو بتعمل. الله يستر. اوكي. اخذناها وبدنا نحطها هون. اوكي هايد ان ذا نيكست روم بيفور كا. هايد تخبيها قبل ما يجي اخوك. حطينا له بودره بقلب الحمام السباحه. Is exactly what I need right now. هذا الشيء اللي انا بدي اياه. على السوفا صح؟ هي
الشريرة أرحم. والله هلا بتاكل كفين هلا. ها اطلع لفوق اطلع لفوق اطلع لفوق اطلع لفوق. اوه الحمد لله قدرت انفض منه، يخرب بيته بضل راكد وراي. يلا منيح هلا بده يجي لحتى يقعد على الكنباية، هذا الشرير اللي كان راكد وراي وفي حي على الكنباية يا جماعة. الله يستر. يلا روح روح يا كبير اقعد على الكنباية. اه ليك وصل ليك وصل. سنيك والله سنيك. Somebody please help me. Lucas, you will have to pay back for this. لوكس واه تدفع ثمن. والله لوكس ما في غير عم يدفع اثمان يا جماعه. اوكي بسم الله. شو هذا؟ صندوق سحري فيه اشياء مرعبه. اوكي بدنا ناخذ هذا الصندوق نروح فيه لوين؟ ما فهمت. يي شو؟ اوكي وين الصندوق السحري؟ على المطبخ نروح فيه صح؟ حنتبع نفس الخطة هيك؟ ليكو المطبخ اوكي. كيكي throw the apple pin in the floor. وين اي فلور؟ Run away من قومي. قوم قوم. نعم نعم. لوين بدي روح؟ هروب. رميت له الكيكة بالأرض. ليش هيك عملت؟ عم احقرني. شو هذا المكان؟ مستودع؟ خبيت بالمستودع. Oh Lucas, how dare you ruin my pie. I'll teach you a lesson you'll never forget. يا والله رح اعلمك درس بحياتك ما تنساه يا لوكر. كبيت له الكيكة، هي كيكة عيد ميلاده. تخيلوا كبيت كيكة عيد ميلاده على الارض. لعمش اني شريرة. طيب يلا معلش نيكس. اوكي اللي بعده. هاي الاوضة هالاوضة. في شي هون على الترابيزة. على الترابيزة في لا تقولي لي بدي شق ثيابه ولا كنسته المفضل ولا شي مصيبة. لا تقولوها. اوكي شو؟ بده يعلق ثيابه مني. شو كيف بدي اطلع من غرفة ماما وبابا؟ ليك ليك الترابيزة. اوكي نعلق. ياي استنوا. لازم ناخدها. استنوا استنوا لازم ناخده. اوكي اخدته. الشبح يا جماعة بدي رعبه وعلقه هون. يو رن اوي. منيح قدرت اهرب. لا الحمد لله ما شافني. اهرب من هون. موجودين
شو هاي المصايب وردات هاي؟ اوكي وردات برا البيت، شو بدنا نعمل فيهم هدول؟ اوكي ناخذ الوردات نزتهم بالارض معقول؟ اوكي لي شو كل هاد؟ عالبيتزا! او ماي جاد هذا المقلب شكله طويل يا جماعه. يا والله في دويخة هون يا جماعة الخير. شو قلنا نحن بدنا لا مو لهون مو لهون. اول شغلة بدنا الوردات، عرفتوا؟ رح نروح ناخد الوردات ونزتن على البيتزا وناخد البيتزا ونهرب. نحط الوردات بقلب الفرن وناخد البيتزا. طيب رون فليفلة نحطها على البيتزا اللي عم يطبخها اخي. مصيبة يا جماعة والله العظيم مصيبة. الخطة حاليا ناجحة يا جماعة. مو هون هي، نشوف. واو هون. اوكي رن اوي رن اوي. او ماي جاد رن اوي رن اوي. مصيبة نزل اخي لحتى يدوق البيتزا تبعه ونحن اخذنا له قرون فليفلة من هون يا جماعة. الله يعينه والله العظيم الله يعينه. شوف ليك وصل. I've been looking forward to this pizza all day. يا لا تاكل كثير. هات هات هات. Someone give me water. يا ليك شو صار فيه. يا حرام عجد زعلت عليه يا جماعة. طيب يا جماعة هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية فيديو اليوم وخلصنا المقالب اليوم بالأخ المسكين، مع انه والله العظيم زعلت عليه يعني حرام ما بيستاهل. بس ما تعملوا مقالب باخواتكم عن جد حرام، مخصوص بالبنات، ما تقربوا على البنات ابدا، بالعكس كونوا حنينين عليهم. اوكي بس حطوا لايك واشتركوا بالقناة وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.